مرحبا بكم الناس الكل، معكم مهدي الزواري كالعاده، وان شاء الله في الفيديو نتاع اليوم باش ندخل لدرس جديد وهو درس الجرافسات سانكرونيزي. اول حاجه خلينا نفهموا الدرس هذا كيفاش يفونكسيوني. راهو درس بسيط برشا، كان فهمناه بطريقه مزيانه. انا نعمل طريقه سبيسيال برشا باش تفهموه، ماشي طريقه عاديه امبوسيبل تكون ريدها في الكلاس معناها، لكن ركز معايا وتفهمني بالباهي فاش قاعد نعمل. نتفرجوا على الانترو ونبداو ان شاء الله. نشوفوا مع بعضنا سيديك لهنا، خلينا نفهمها هذه الحكايه كيفاش. لنا عندنا الجرافسات العاديه، هذه اللي ترى فيها لهنا الفوق على اليمين، هذيك هي الجرافسات العاديه. اولا انتم في العوامل اللي فاتوا تقراوا كان جرافسات بركه، الجرافسات باش تتقسم جرافسات متر وجرافسات اسكلاف، هذه حاجه جديده بالنسبه لكم انتم ما تعرفوهاش. تعرفوا كان الجرافسات هذه اللي ترى فيها لنا الفوق على اليمين، هذه تعرفها من قبل. الحاجه اللي باش تزيدها سنه جديده شنو هي؟ اللي هي الجرافسات ما عادش تولي جرافسات بركه، اش تتقسم؟ شو اللي عندنا دي جرافسات متر وجرافسات اسكلاف، معناها عندنا ان جرافسات متر وشويه جرافسات اسكلاف معاه. تقول لي الواه هذا نفسر لك الحكايه هسه. خلينا نفهم علاش قصيناهم الجرافسات ما عادش كعبه برك. خلينا نفهموا البرانسيب هذا. سيدي تخيل انت باش تبني دار ولا باش تعمل عماره ولا باش تعمل اي حاجه باش تبنيها، باش تبني اي حاجه. تنجمش مثلا باش تبني عماره ولا باش تبني دار ولا باش تعمل اي حاجه تبنيها وحدك. انت الخدام، انت المعلم، انت المقاول، انت كل شيء، مستحيل، هذه ما تصيرش في الدنيا. شو لازمك؟ لازمك يبدا عندك معلم هو لله بالخدمه الكل وينظم، وعندك صناع، هذا اللي مينيموم باش نجم تطلع بنيه، صحيح ولا؟ معناها وحدك ما نجم تعمل حد شيء. هذا هو شنو صار لهنا؟ لهنا عندنا بروجي في الجرافسات هذه، معناها عندنا حاجه نحبوا نعملها، عندنا طاشات نحبوا يعملوهم، لكن الطاشات هذوك مش عبد بركه باش يعملهم، شي يتقسموا. فما جرافسات متر، وجرافسات متر هذا شنو هو دوره؟ دوره هو يدور الدولاب، معناها يحرك الصناع، هذا متين يجي، هذا متين يراوح، هذا متين يجي، هذا متين يراوح، والجو هذاك الكل باش البروجي يبدا يتعمل ويبدا يخدم البروجي نتاعنا. واضح العمليه ولا؟ معناها لان عندنا جرافسات متر هو اللي باش ينظم الامور، وهذوما يتسموا دي جرافسات اسكلاف، اني هوني اعطيهم اسامي باش تدخل العمليه لمخاخكم، باش تستانسوا بالفكره اللي قاعد نفسر فيها، باش تفهموني فاش قاعد نحكي. معناها لان عندنا الجرافسات متر هذايا هو المعلم، وهذوما هما الصناع اللي يخدموا عنده. هذه تسمى جرافسات متر وهذوما تسموا جرافسات اسكلاف، ولا نقولوا جرافسات متر ولا جرافسات دي كورديناسيون. باهي، توا الحاجه اللي فهمناها في هالجرافسات سانكرونيزي انه ما عادش عندنا جرافسات بركه، ولا عندنا جرافسات متر وهي اللي باش تنظم الامور، وعندنا دي جرافسات اسكلاف وهما اللي باش يعملوا لي تاش، صناع معناها بلغتنا. واضح هذه ولا؟ باهي، ركز معايا توا. الجرافسات متر والجرافسات اسكلاف يحكيو مع بعضهم، عباد هما جرافسات متر وجرافسات اسكلاف ينجموا يحكيو مع بعضهم، واللغه اللي يحكيو بها هي لغه اكس، كما احنا نحكيو باللغه العربيه ولا باللغه الدارج، صحيح ولا؟ هذوما يحكيو بلغه اكس. تقولي الوقت تقول في الكلام هذا باش نقول لك كان ريد كلمه اكس، كان ريد كلمه اكس سواء في المتر ولا في الاسكلاف، اعرف راهو المتر حكي مع الاسكلاف ولا الاسكلاف حكي مع المتر، هاك شنو معناها اكس. واضحه العمليه ولا؟ ومستحيل بالمستحيل ترى اكس في الجرافسات هذه. هذه الجرافسات هي اللي عباره على البلوم تاع الخدمه، منين جبنا الخدمه نتاعنا، هذه عباره على البلوم منين جبنا الخدمه نتاعنا. انا هاول اني عامل تصويره جوست باش تقعد في مخاخكم، عباره انت حاله الفيسبوك وقيت بروجي حبيت تطبقه في الحقيقه. تنجمش تحكي معاها التليفون ولا تحكي مع الورقه باش تقول لها انا نعمل هيك وما نعملوش هيك، امبوسيبل تحكي مع حيط ولا مع ورقه ولا مع تليفون، ما تصيرش. معناها ما بين مثال المتر والجرافسات هذه ما فماش زيكس، خاطر ما فماش حديث لهنا، خاطر بعث لي الشرات قاعدين يجيبوا من هنا، يبدا يجيب في فالارت من هنا ويحط فيهم في جرافسات سانكرونيزي ولا يحط فيهم في المتر، امبوسيبل تحط اكس لهنا، امبوسيبل. معناها انت قاعد تحكي مع تليفون الغد هيك بالضبط، قاعد نسمع كي تقول لي نحط اكس لهنا في الجرافسات هذه، عباره قلت لي قاعد نحكي مع تليفون. واضح العمليه ولا؟ معناها الاكس وين تكون؟ ما بين المتر والاسكلاف، يا المتر يحكي مع الاسكلاف يا الاسكلاف يحكي مع المتر، المعلم يحكي مع الصانع ولا الصانع يحكي مع المعلم، هذه لوجيك عباد في بعضهم يحكي. باهي، توا نجيو للعلاقات اللي بيناتهم. شو نوريكم حاجه الصح. انتوما في الكلاس قريتوا العمليه هذه، البرانسيب دي فونكسيونمون ما بين المتر والاسكلاف، تقراوهم خمسة ايطابات. اني هذوما الحقيقه نتاع ربي ما نخدمش بهم. خمسة ايطابات هذوما انساهم. اشتر الورقه هذه تحفظها ولا باش تعمل لها ما نفهمش كيفاش تخدموا بها، لكن حصيلهم هذه ما نقريش بها. هذوما لي سان كيتاب انساهم. ها العمليه باش نبسطها لك اكثر من هيك بمليون مره. نرجعوا للكور نتاعنا،
هذوما معناها ما يقضيوش. نرجع الكور نتاعنا ونفسر لك واش نبسطها ياسر العملي، لان عندنا ثلاثة علاقات هذوما هما اللي تشدهم لي. عندك المتر باش يقول الاسكلاف المرحله الاولى باش يقول له برا اختر اكس ان، المتر باش يقول الاسكلاف اكس معناها قاعدين يحكيوا مع بعضهم، المتر يحكي مع الاسكلاف قال له اخدم هذه اللي طب الاولى تحفظها. المتر مسكين قاعد يخدم الاسكلاف، يا ربي قاعد يخدم يخدم، انا قاعد يطلع في الحياه، قاعد يطلع في الحياه، يطلع 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 لين وصلنا الايتاب فيت، ما عندنا حد شيء لهنا، ايتاب فيت ما فيها حد شيء، مش مصور لك شيء لهنا هوني ايتاب فيت، مش عاطيك اكسيون معناها كيما لنا اكسيون 14 ام 1 ك ام 2 12 ام 2 مش عاطيك شيء. هذيك شو معناها؟ معناها الاسكلاف الصانع كمل طلع الحيط معناها كمل خدمته وقال للمتر هنا قال له اكس 26 شو معناها؟ يعمل له راني كملت هاني كملت. هذه اللي طاب الثاني. اللي طاب الثالثه هذا ما يروح الصانع ما يروح الا باش يقول المتر بالروح. هون المتر اثنين بالروح، لكن لهني خمم معايا شويه ذكي. المتر لهني ما قالوش بالروح على المهموته، قالوا بالروح كي جات لي طاب 2 ريتها لي طاب 2 كي جات قالوا بالروح. علاش؟ باش كي لي طاب 2 تجي هذا يروح ولي طاب 2 بجودها تخدم صنع اخر وكيكه تقعد العجله تدور. واضح العمليه ولا مالك؟ السان كي طاب ما تحفظهمش شد لي هاد ثلاثه كلمات هذا وكاو. عندك لي طاب الاولى شو تقول المتر باش يقول الصانع باش يقول له اخدم هنا قاعد يخدم هنا قاعد يخدم اكس ان بدا يخدم 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 كمل خدمته ما راحش كاكا طول شو مش يقول المعلم شو يقول له راني كملت قالوا هاني كملت اكس 26 مادام فما اكس مادام يحكي مع بعض. ومتين باش يروح هذا يقول له المعلم برا روح هنا المعلم قال له برا روح اكس 2 معناها برا روح لكن المعلم ذكي ما قال له برا روح كان كي جات لي طاب 2 باش البرا روح هاك بجوده تمشي تخدم صانع اخر تمشي تخدم اسكلاف اخر. واضح العمليه ولا؟ هذو هما ثلاثه علاقات هذو هما اللي تحفظهم وسهل ياسر باش تحفظهم خاطرهم لوجيك هذا صحيح ولا؟ باه نرجع للتمرين نتاعنا تو نفهموه. لان شنو عندنا؟ عندنا هذه اللي طاب ان هي اللي باش تخدم الطاش ان، لكن اول حاجه لازمنا نبداو بها نشوفوه الجراف سيت احنا قاعدين نفهموا تو هذا الكور اللي قاعد نعمل فيه بعد تالي نعاودوا نخدموا دي زيكزارسيس بشوي ركز معايا تو فاش قاعد نعمل. اول حاجه طاو لازم نفهمها هي الجرافسات هذه، هي الجرافسات هذه كيفاش ولات في الفورمه هذه كيفاش؟ شو هذه الجرافسات هذه هي في الاصل نفس هذه. تقول لي كيفاش؟ شو معايا لنا زيرو هي زيرو هذه لازم ديما تعملها البارتي هذه ولي طاب ان هي نفسها لي طاب ان هذه وريتاج دو هذا هو الكل دو هذه البارتي هذه الكل المتر حتى في ايطاب برك وهذه هي تروى ما لا تو فهمت الجرافسات دي كورديناسيون مناش تصنعت ولا بالطريقه هذه هذاك صفر لنا عندنا واحد لنا عندنا اثنين ولنا عندنا ثلاثه. مهم ياسر اللي انت تعمل المونتاج هذا في راسك هذا تفكيرك كيفاش تعمله باش تعرف كل حاجه شنو فيها. الواحد اللي فيها البارتي هذه هو الواحد اللي فيها البارتي هذه خلنا نفسخوا هذا مهم ياسر باش تعرف انه الواحد هذه هي البارتي هذه والاثنين طاش دو هي البارتي هذه والطاش تروا هي هواي مهم ياسر هاني هذه بالعين طايحها لا قواعد لا حد شيء بعينك طايحه طول به نشوفوا مع بعضنا هنا نوصل عندنا لي طاب ان هنا لي طاب ان هذه باش تخدم الطاش نيميرو ان ها هو الطاش نيميرو ان سهل التمرين هذا ديجا انا قالك طاش ان باش نمشيو معناها بلي طاب ان هذه باش نمشي نخدم الطاش ان ها نمشي باش نعمل اكس ان هذه معناها اختم باش نمشي للصانع ونقولوا اختم ها انا قاعد يخدم الصانع يخدم 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 كمل ها انا عندي ايطاب فيت معناها كمل شيجي لهنا وش يقول اكس 12 اكس 12 شو معناها؟ معناها راني كملت ويحطها في الريسبتيفيتي الجاي في الزوز في الزوز الريسبتيفيتيات الجايين لبعد لطاب ان شو يقولوا كملت؟ توا يستنى من المعلم باش يقول له برا روح المعلم باش يقول له برا روح 200 يا في الاكس 2 يا في الاكس 3 علاش قلت يا؟ خاطر لنا عندي ديفرجونس اون او هذه هي ديفرجونس اون او واضحه العمليه ولا كان زوج زوز شلوت كيما هكا هذيك معناها ديفرجونس اون اي هذه ديفرجونس اون او نشبه للبلوس لهنا ولات عندك
او معناه ب معناه شنو باش نقول هنا عندي x2 ولا x3 معناه كي تجي x2 ولا تجي x3 وقت انت برا امشي راه حنجيب واضح ولا نتعداو لطاب اخرى هذه الطاش نيميرو 2 معناه لطاب 2 هذه باش تخدم الطاش نيميرو 2 اول حاجه لهني عندنا اختي بلي طاب 2 بلي طاب 2 خدمنا طاج 2 اكس 2 اختي هذه خدمه 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 ونقول لكم شنو تحطوا فيهم في الوسطات نقول لك وبعدين لي ترجع لهني وتحط اكس 25 اكس 25 هذه شنو معناها اكس 25 معناها الصانع قال للمعلم راني كملت هذه راني كملت معناها باهي على الاخر متين يروح كي تجي لي طاب بعد 2 شكون اللي طاب بعد 2 اللي طاب بعد 2 هي رجوع الى صفر هاني كي تجي x0 انت برا مشي راح واضح العمليه ولا نجيو لطاوه للطاش نيميرو 3 الطاش نيميرو 3 شكون يخدمها x3 معناها لهنا عندنا اخدم 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 قاعد يخدم هذا يكمل شو يقول للمتر شو يقول له x35 اش معناها x35 معناها راني كملت اش نحطها بالاخضر هذه معناها راني كملت النجم الروحه الماتر يقولوا كي تجي لي الطابله بعد التروا برا روح شكون بعد التروا هي صفر هاني كي تجي صفر برا مشي روح روحك واضحه العمليه ولا بالنسبه للطابات للداخل هذوما هذوما للداخل ما نحبش نحكي عليهم خاطرهم حد شيء ما فيهم حد شيء هما نفسهم هذوما تنقلهم كوبي كل هاني التروا 12 ام 3 14 ام ا هاني نفسهم 14 ام 4 14 ام 3 12 ام 4 12 ام ا هاني اللي هي نفس البارتي هذه هاني ها نقلهم كوبي كل هذا الصعب هما جدد مش الصعب سهلين خاطر هما جدد شنو هما الاكسات هذوما هذوما هما لازمك تركز فيهم تاع اخدم هاني كملت برا روح والجو هذاك الكل واضح العمليه ولا نقول لكم ديجا فازا انا يعني كي كنت نقرا فيها هذايا عملت الباك بتاعي الاكسات اللي كنت مش نفهمهم خاطر قريتهم باك السان كتاب السان كتاب ما دخلوش لمخي يعني هو هذه تقدم هذه واستنى الاخرى واش نحفظهم ولا شو ما فهمتهمش حاصل السان كتاب كي دخلت للدفوار باش نعدي باش نوريك اللي هذوما يعاودوا كوبي كلي معمل باش ننقل هذوما برا راني نخدم الجرافسات العاديه خاطر نفهمها بالباهي الجرافسات وننقلهم في بلايصهم ننقلهم لهنا يعني ناخذ نوت على هذوك والاخر يمشي يزمر معناها ما الله غالب ما فهمتوش كي دخلت للدفوار قال بروف هذوما معمرهم لنا ودفوراتو كاسحين نتذكرهم كاسحين كاسحين سد نلقاهم هذوما معمرهم لنا اللي من الداخل جاو الاكسات انا خليتهم هكاك وتعديت البارتي نتاع الجرافزات هذه قلت اسمح فيها البارتي نتاع الجرافزات مش لازم مع البارتي اللي فاهمها هي اللي جابها لنا معمره خاطرها سهله الاخرين اللي حشتوا باش يتستينا بها نتاع الاكسات هذيك قلت ديجا كنت نطيحها ما فهمتهاش بك الفاز نتاع سان كتاب الفاز هذه نظن ما فيهاش حتى مشكله باش تفهمها هذه اسهل برشا نزيدوا نقدموا لهنا شو نعمل لكم تو ردوش الاكسرسيس هذا شو نعودوه نفسه لكن فارغ لهنا تو جوست كنت نفسر لكم فيه معمر حاضر شو باش نعودوه وحدنا لكن فارغ باش نشوف روحنا فهمنا ولا اه ها هو نفس الاكزرسيس عندنا لنا ايتاب 1 ايتاب 2 ايتاب 3 لنا عندنا الطاش نيميرو 1 والطاش نيميرو 2 والطاش نيميرو 3 نبداو طاو عندنا هذا المتر وهذا الاسكلاف عندنا الطاش نيميرو 1 هذه باللي طاب 1 باش تخدم ها نعطيها لك لنا قال لك لي طاب 1 هذه تسمى ايتاب وهذه باش تخدم الطاش نيميرو 1 معناها لي طاب 1 باش تخدم الطاش نيميرو 1 اكس 1 هذه معناها اخدم طاش نيميرو اه هنا قاعد يخدم 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 شي يجي لنا وشي يكمل شي يقول له اكس 12 راني كملت راني كملت صاي كملت الخدمه اكس 12 اكس 12 في ريسبتيفيتي لا بعدها هذه تسمى ريسبتيفيتي اكس 12 متين يروح كي الماتر يقول له برا روح متينش يقول له برا روح كي تجي لي الطابله بعد الواحد شكون اللي بعد الواحد هي اكس 2 ولا و اكس 3 باه هذه الطاش نيميرو ا كملناها نبداو بالطاش نيميرو 2 هنا ولا 3 كيف كيف لي طاب 2 هذه هي تخدم الطاش نيميرو 2 معناها هنا اش نخدم بها الطاش نيميرو 2 اكس 2 هذا يتعمروا عادي كرافسات عاديه ولهنا صاي كمل الصانع خدمته اش يقول اكس 25 اش يقول راني كملت اكس 25 متين يروح باللي الطابله بعد 2 شكون اللي الطابله بعد 2 نلقاو روحنا رجعنا للصفر معناها اكس 0 لهنا سادة نفس الطريقة هذه ايتاب 3 اش تخدم طاش 3 نمشيو نخدمو بها طاش 3 اكس 3 هذا نقل 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 وارجع لنا اكس 35 اكس 35 هذه شنو معناها؟ معناها راني كملت نحطها بالاخضر سادة هذه معناها كملت متين يروح كي تجيلي الطابلة بعد 3 شكوني اللي هي صفر
هذه هي الجرافسات سنكرونيزين تاعنا. نزيدو نخدمو تمارين اخر باش نزيدو نفهمها بالباهي اكثر. مهم ياسر ان نخدمو على تمارين هذه باش نفهمها بالباهي. باه لنا نجيو لنا عندنا سيستم انستالاسيون دي ستوكاج دي بلي. هاش نفسر لكم هذاك كيفاش يخدم. عندنا هذايا كاميون دو هذا يجيب القمح. هذا فيه القمح. القمح هذا باش يتعدى من هنا يشق من هنا يتعدى على الاسبيراتور باش ننظفوه شويه. يتعدى بالالكتروفان هذه يطلع من هنا يطلع من هنا يطلع من هنا ويجي لهنا. وبعد تالي يبدا يتعدى لهنا ونبدا نعبيه في السيلو. سيلو اس 1 بعدين نعبيه سيلو اس 2 بعدين نعبيه سيلو اس 3 بعدين نعبيه سيلو اس 4 يتعبى القمح. بعد تالي يعاود يخرج من هنا القمح يتعدى من هنا ويمشي فير لي شارجومون تاع الكاميون 1. مع القمح يجينا من الكاميون 2 يتعدى منه يعبي لي السيلو وبعد تالي يخرج القمح من هنا ويمشي للكاميون 1. باه ديجا في الرومبليساج دي سيلو جيستيون دي ريبليساج دي سيلو هذه هي البارتي اللي باش يسالنا عليها وديجا جابها في باك 2014 كان ذكرني ربي البارتي هذه من الباك لكن ما جابوهاش جرافسات سنكرونيزي في الاكزرسيس هذه مبدله اني مليت جرافسات سنكرونيزي مش جرافسات عادي. البارتي اللي باش تعبي بها باش تعمر بها الجرافسات هي البارتي هذه جيستيون دي ريبليساج دي سيلو معناها بالجدول هذا رومبليساج دي سيلو اس 1. كيفاش يتعبى السيلو اس 1 هذا كيفاش يتعبى السيلو اس 1 هذا نشوفوا مع بعض. السيلو اس 1 هي فونكسيونمون سيمولتاني دي زيلكتروفان اي في 3 اي في 4 معناها كي الاي في 3 تخدم والاي في 4 تخدم الاس 1 هذا يبدا يتعب. ب رومبليساج دي سيلو اس 2 فونكسيونمون سيمولتاني دي زيلكتروفان اي في 3 اي في 5 ها واه اي في 3 و اي في 5 ومعاهم سي 1 هذا باش يتعدى السيلو اس 2 باش يتعبى السيلو اس 3 فونكسيونمون سيمولتاني دي زيلكتروفان اي في 3 اي في 6 اي سي 1 ها هي اي في 3 وها هي اي في 6 وها هي سي 1 يخدموا باش يتعبى الاس 3 وباش يتعبى السي 4 فونكسيونمون سيمولتاني دي زيلكتروفان اي في 3 اي في 3 اللي هو ديما يخدم هذا لاحظناه وسي 1 وسي 2 هذا باش يتعبى الاس 4 باه هذا يوريك كيفاش يتعبى. لا بريوريتي دي ريبليساج دي سيلو اي دوني او سيلو اس 1 بوي اس 2 بوي اس 3 و انفا اس 4 معناها نبداو بالاس 1 وبعد تالي بالاس 2 بعد تالي تجي الاس 3 وبعد تالي تجي الاس 4. لي ريبليساج دي شاك سيلو ني بو اتر اوتوريزي كي سي لي او لي سيلو كي لو بريسيد سون رومبلي. شو معناها؟ معناها ما يتعبى اثنين الا اس 1 ديجا معبي وما يتعبى ثلاثه الا الاس 1 والاس 2 معبيين وما يتعبى أربع إلا الأس 3 والأس 2 والأس 1 معبي بالنظام مش شوية منه وشوية من غادي بالنظام العبي. باش نشوف مع بعض هذي هاو ثلاثة وراقي لميتهم في نفس الورقة هيك باش نراو كل شيء. نبداو مع بعضنا لهنا قالك رومبليساج دي سيلو أس 1 فونكسيونمون سيمولتاني دي زيلكتروفان إي في 3 إي في 4 هوا اي في 3 اللي هو كا ا 32 واي في 4 اللي هو كا ا 4 هاونا كا ا 32 وكا ا 4 اما لازم الاس 1 اس 1 فيد يبدا الاس 1 فيد يتعبى الكا يخدموا الكا ا 32 والكا ا 4 بهدف رومبليساج دي سيلو اس 1 ومتين نوقفوا كيما لنا كاتب لك اس 2 بي. اش معناها اس 2 بي؟ معناها اس 2 بلان مكتوبين هذوما الكابتيرات اللي نقول فيهم انيا هاونا ما S2 بي معناها سيلو S2 بلان وكي نقولوا S1 فيد سيلو S1 نون بلان معناها فارغ. باه هذا كي يبدا S1 فيد يخدم الكا A32 والكا A4 ومتين نوقفوا كي الاس ا يتعبى S1 بلان ولا شنيا هذيك شنيا دي بي هذيك دي بي بار نمشي نلوج عليها دي بي ايكال زيرو با دي دي بي دريفي دي بلي معناها ما عادش فما قمح جاي معناها او دي ب بار سهله ياسر العمليه. تخيل انت قاعد تعبي في كاس حليب 200 توقف من تعبيه كاس الحليب يا كاس الحليب تعبى ولا الحليب اللي في الدبوسه وفي هذا كل الكلام اللي قاعد يقول لك فيه لهنا. باه نتعداو البارتي اللي بعدها لهنا هذه الثانيه. احنا عملنا تو رومبليساج دي سيلو اس 1 باش نعمل رومبليساج دي سيلو اس 2 فونكسيونمون سيمالتاني دي زيلكتروفان اي في 3 اي في 5 اي سي 1 اي في 3 اللي هي كا 32 نمشي نعاود نكتبها اي في 5 اللي هي كا 5 وسي 1 اللي هي كا ام 1 هذا متين يتعبى كيما لنا ننقل ديما ننقل على مع جنبي باش ما نغلطش ديما كي ترى حاجه نقل عليها. قال لك لازم الاول معبي والثاني معبي والثالث فارغ هذا خاطر يعبي في الثالث يعني تو نعبي في الثاني معناه لازم الاول ديجا تعبى والثاني اللي نعبي فيه تو فارغ. باه تو نمشي للثالث
الاول معبي والثاني معبي والثالث فارغ. باش نمشي نعبي الثالث روم بليساج دو سيلو اس 3 فونكسيونمون سيمالتاني دي زيلكتروفان اي في 3 اللي هي كا ا 32 كا ا 6 اللي هي اي في 6 و سي 1 اللي هي كا ام 1. متين نوقف الاس 3 يتعبى ولا القمح في ما عادش فما قمح جاي. باش نعبي الرابع لازم اس 1 بلان اند اس 2 بلان اند اس 3 بلان اند اس 4 فيد. لان عندي رومبليساج دو سيلو اس 4 فونكسيونمون سيمالتاني دي اي في 3 اللي هي كا ا 32 سي 1 اللي هي كا ام 1 سي 2 اللي هي كا ام 2. متين نوقف يا الاربعه تعبى ولا القمح في دي بي بار به. نزيد نهبط لنا شويه لنا شنو عطاني عطاني نقاط خلينا نعمرهم لنا عطاني سي سي ان دي بي. نمشي نشوف شنو معناها سي سي سا دي ما لاوش الحوايج ما تعرفهمش. سي سي معناها رومبليساج دي سيلو تعبيه لي سيلو. دي بي معناها دي بي بار معناها القمح في دي بي ايغال ا اليا ان دي بي دار ريفيو دوبلي معناها القمح جي القمح مازال جاي. كان القمح مازال جاي نعاود باقي نعبي لي سيلو نتاعي. لكن لنا شو شكون عندي شو شكون عندي سي سي ان دي بي بار. كان القمح نتاعي وفي نعاود من الصفر لازمني نعاود نعبي. واضحه العمليه ولا؟ كان القمح مازال قمح مازال هنا نعاود نعبي لي سيلو من غير ما نوقفها السيستم مازلت باش نعبي لي سيلو نتاعي. لكن كان القمح نتاعي وفي وقف السيستم لازم نجيبوا مثال كاميون اخر ولا حاجه نجيب فيه القمح. هذا ما يهمنيش يعني هذه بارتي نتاع جرافسات قريتها من عمت تروازيام دوزيام بريمير جرافسات عاديه تقرا من دوسي تكنيك وتجاوب. لكن اللي حاجتي بيها هو الجرافسات سانكرونيزي نرجعوا ورقتنا عاديه ونخدمها. لان باش نعملوا الجرافسات سانكرونيزي لكن اول حاجه خنشوفوا الجرافسات هذه كيفاش ولا شكلها بالكيفيه هذه كيفاش ولا شكلها بالكيفيه هذه. به العشره هواهي العشره هذه في مخك تعمل هالبارتي هذه لكن ديما خليني نصور من الاول ما يسالش. العشره هواهي 10 ال11 باش تكون هي ال11 هذه لكن باش تكونوا معاه البارتيات هذوما الكل هذوما الكل هما اللي مثلوا 11. والحقيقه كيفاش عرفتني وتاكدت من كلامي صحيح بالاكس 23 هذه خليني نعمر وتدرك كيفاش الاكس 23 هذه باش تقابلنا والاخرانيه اكس دوز هذه باش تكون هي البارتي هذه 16. معناها اللي هنا عندنا هذه باش تكون 10 هذه اللي طبله بعدها وهذه اللي طبله بعدها هكا عليه الجراف سيد متر نتاعنا هنا مقسمه بالشكل هذا. معناها من الكلام هذا شنو فهمت؟ انه الطاش هذه طاش ا وطاش دو وطاش 3 وطاش 4 كلهم متخبين تحت ال 11 متخبين تحت ال 11 ريتهم طاش ا هاني نكتبهم طاش دو هذه اللي كنتي مش في معناها في الكوركسيون مش موجوده اللي كنتي باش تفهم طاش ا طاش دو طاش 3 وطاش 4 لازم تعرف انهم متخبين في وسط ال 11 هذا ولا حاجتي بيك تعرفوا. باهي نكمل العمر هذوما ساهلين لان عندي سي سي ان دي بي هذوما ديما كوبي كلي ليتاب الاولى هذه نتاع الانيسياليزاسيون اللي تحت هذه ديما تنقلها نفسها كيف كيف هذا مسد نفسه. عندك هذه لنا سي سي ان دي بي وين ترجع هذه ترجع تحت الريسيبتيفيتي ولنا عندك سي سي ان دي بي بار القمح في عاود من الاول صفر انيسياليزي هذه تسمى جراف سيت متر ولا جراف سيت دي كورديناسيون. به باهي ياسر هذي نبداو نخدمو طا لان عندنا طاش ان طاش دو طاش 3 وطاش 4 وهواهم طاش ان طاش دو طاش 3 وطاش 4 اللي هما هاذ هانم فيهم ايطاب برك فيهم ايطاب برك هاهم وهما بجودهم وينهم هاكوما متخبين تحت ال 11 هذا هو الكلام لازمك تعرفو. معناها الاربعه هاذوما ترفسوا في بعضهم الاربعه ترفسوا في بعضهم وولاو في ايطاب 11 معناها ال 11 مخبيه تي ان وتي دو وتي 3 وتي 4 اللي 4 طاش معناها ريتها طاش ان وطاش دو وطاش 3 وطاش 4 الكلهم باش يخدموا باكس 11 هذم الكل فيهم اكس 11 اخدم اخدم في نفس الوقت هذا اكس 11 خاطر كلهم في نفس الطاب هذاك بعدين تنقلوا كوبي كلي هذا هي نفسه الكلام اللي كنا نشوفه فيه الفوق بعدين هذوما شي يخدموا شي يخدموا شي يخدموا لي طاب شي يقولوا كملنا هاه في لي طاب فيت شي يجي لهنا اكس 23 فهمت علاش بكري خذيت ال 11 فيها كل شيء كان ما خذيتش ال 11 فيها كل شيء راهي ما قابلتناش بالكيفيه هذه هاني جات نصيحه
خدمه بعث لي اكس 23 باش تكمل ولا اكس 33. علاش قلت ولا؟ خاطر او معناها ديفرجونس اون او عندي لهنا او اكس 33 او اكس 43 او اكس 53. واضحه العمليه ولا هاوني هكا هكا هذه معناها كملنا متين يروحوا كي تجي للطاب اللي بعد ال11 شكون اللي هي دوس هاو كي تجي دوس برا روح اكس دوس اكس دوس اكس دوس الخيوط هما لهنا كثروا تولي تدخل بعضها تصويره ما ينفع حتى شي تحطهم في مخك قال لي جوست نصور لك فيهم باش ما تدخلش بعضك وكاو انا باش تفهمني فاش قاعد نعمل نفس لي زيتاب قاعد نخدم بهم. هذيك هي الجرافسات تاعنا معناها من الاول عندنا اخدم خدمه خدمه كملت بعد لي برمشي روح بعدين كي تجي لي الطاب اللي بعد ال11 كي يجي المعلم اللي بعدك باش يخدم الصانع على بعدك باش يخدم انت برمشي روح اللي هي اكس دوس. هيك الكل كملنا الفيديو نتاعنا الاولاني انا فهمنا فيه الجرافسات سانكرونيزي كيفاش تفونكسيوني وعملنا عليها زوز اكزرسيسات. في الفيديو الجاي باش نزيد نخدم لكم عليها اكزرسيس اخر ولا زوز وكيك نكون نفهمها بالباهي الجرافسات سانكرونيزي راهي مش صعيبه. شد الفازات اللي وريتهم لك هو ركز فيهم بالباهي الفازات اللي قلتهم لك الغادي راهي الخدمه الكل واضحه العمليه ولا. هيك نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا ما تنساش باش تعمل لايك وسبسكرايب وتبارطاج الفيديو مع اصحابك والسلام عليكم.